الفنان السلوي يصدم قمر الطائي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع الفنان السلوي الذي صعد لايف في التيك توك مع صديقه كسواني وأيضا التيك توكر مايا، وأيضا صدم الجميع وقام الفنان السلوي بمتابعة مايا على التيك توك. ومن ناحية أخرى انهالت على الفنان السلوي تعليقات من طرف المتابعين يطلبون منه الصعود مرة أخرى لايف مع قمر الطائي لأنهم أحبوا ظهورهما معا. ونمر إلى عائلة بيوتي التي كانت بالأمس مدعوة لإيفنت وقاموا بالتفاعل على منصة السناب شات. عادي بتشرف والله يا مي، انا ما حكيت بس بشرفني. يمكن انك بيحكوا لي انه ضافك ادخل شو خمسة قروش حكي مع الكومنت. كم عمرك مايا؟ 19 انت يصغنونا لسه. اه والله دعبول بعث لي بدي ادخل دعبول. لا صح روز مين هذا شو ما سلاوي؟ لا عادي 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 شفني بلعب معها جوله واليوم جيتها شو والله لا انا لعبت مع قبلك لا بعرفها من قبل دعبول تعمل ليش على اساس ان انا حسام قول والله انك بتعرفها من قبل والله والله من قبل كم طولك مايا؟ ممتاز. يس بيطلع مع مايا بالصور؟ ها؟ بحكيش عنك بحكي او تقول جيب لي حليب ثم اجيب حليب. لا عليك انه مايا فتك يا دعبول مايا شو سفرتك؟ انت المنيح والله دعبول مين بتشجع بكاس العالم؟ انا عضو في منتخب الارجنتين. يلا باي تشرفت فيكم دعبول باي. تناوي وحياة عيونك ما بتنزل خليك معي. فكرت يا دعبول بتشجع فريق الصقر. يلا لازم اروح ابوي بيناديني. تناوي بزعل منك قيلوا عند مايا. يا مينا سألت بالإيفنتات وبالعيد ميلادات وبالكل شيء مناسبة إنه سبيشل وهيك أنا يعني نسوني. أنا ما مصورة شيء لأنه أول شيء بنسى، ثاني شيء بطفي تليفوني دائما. ف هذا اللي صار إنه أنا ما صورت كتير. أعطونا كتير شغلات